بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائنا طلاب الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله النهاردة معانا يونت 6 لسن 3-4، الجزء الخاص بالجرامر. The third conditional أو الحالة الشرطية الثالثة. ولكن دايما كلنا مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة عندنا ليه third conditional، الحالة الشرطية الثالثة ليه if، عندنا if هنا فيها وراها ماضي تام، if وراها past perfect يعني ماضي تام. يعني ايه ماضي تام؟ يعني had plus ال pb، had plus ال pb ده في جملة فعل الشرط. اما بالنسبه لجمله جواب الشرط هيبقى would او could او might have plus البي بي. تاني would او could او might have plus البي بي، يعني يشترط في حاله الحاله الشرطيه الثالثه لاف ان في الطرفين عندنا تصريف ثالث، عندنا تصريف ثالث في كلتا الطرفين، had تصريف ثالث، would have والتصريف الثالث، او could او might have والتصريف الثالث. If he had won the competition، لو هو كان فاز بالمسابقة، he would have got the prize، كان حصل على الجائزة. معنى كده إن هو didn't win the competition and he didn't get the prize، يعني لا هو فاز بالمسابقة ولا فاز بالجائزة، لكن هو بيفترض عكس الشيء أو الموجود. طيب بالنسبة للنيجاتيف أو تكوين السؤال عليها، بنتو دايما تكوين السؤال بيبقى على جملة جواب الشرط، يعني أنا استخدم فيه سؤالي would أو could أو might، would أو could أو might والsubject to have والتصريف الثالث. if وتكملة السؤال بجملة if والpast perfect الماضي التام. would he have got the prize if he had won the competition، would he have got، عندنا هنا got تصريف ثالث وعندنا هنا won تصريف ثالث بعد had الحالة الشرطية الثالثة. يبقى الحالة الشرطية الثالثة would والsubject وhave got في تكوين السؤال، وعندنا بنكمل بجملة if. طب ال WH زيها، بنحط أداة الاستفهام وراها would أو could أو might والsubject وhave والتصريف الثالث، وبنكمل بجملة if. What would he have got، ماذا كان سوف يحصل على، if he had won the competition، إذا فاز بالجائزة. if أو ممكن نقول if he had won the competition what would he have got. طبعا احنا عارفين ان ايه، ان if ممكن تيجي في الاول او في منتصف الجملة، ولكن دايما وراها الماضي التام. طب الحالة الشرطية الثالثة بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن imaginary actions، يعني احداث تخيلية، يعني بتتخيل عكس ما حدث. imaginary actions يعني احنا بنتكلم فيها في الباست، حدث في الماضي خلاص، يبقى احنا بنتخيل شيء كان مفروض يتعمل او مفروض ما يتعملش. I didn't feel ill yesterday، I didn't feel ill yesterday، انا لم اشعر بالمرض امس. if I had felt ill، لو كنت شعرت بالمرض I would have stayed at home، كنت ظليت في المنزل. لكن هو اصلا لم يتعب فلم يظل ايه في المنزل، يبقى احنا بنتخيل العكس. تاني نشوف كده exercise. I spent a nice time if I had، من عندنا had والتصريف الثالث، يبقى would have والتصريف الثالث. فين would have والتصريف الثالث؟ طبعا هنا letter C، يبقى I would have won a nice، if that milk boiled there would have been no bacteria in it. طبعا would have والتصريف الثالث، يبقى هنا ايه عايزين had والتصريف الثالث اللي هو مين، اللي هو had been. if this that milk had been boiled، لأن الجملة هنا فاسيف، اللبن مش هيغلي نفسه، someone will boil it يعني حد هيغليه، فطبعا عندنا الجملة في الباسيف، يبقى would have been. if I space enough time، لو أنا عندي enough time وقت كافي to go home، عشان أذهب للمنزل. I would have lunch indoors، I would have، طبعا هنا أيضا عندنا I would have، I would have I would have فقط، يبقى دي حالة شرطية ايه تانية، يبقى if I had، ناخد بالنا would have مفيش تصريف ثالث، يبقى حالة تانية، يبقى if I had enough time. في عندنا number 4. if عمر had come first، لو عمر كان طلع الأول، if عمر had come first he would have got a car as a present. this means
عمر طبعا هنا لو كان طلع طبعا دي حالة شرطية تالتة، معنى كده this means عمر space the car طبعا لم يحصل عليها didn't get، لأنها بنفترض ايه الباست اللي هو الماضي didn't get the car. في نوتس كده عامة على القاعدة قال لنا provided that بتساوي provided that أو if بتساوي as long as طالما بتساوي providing that أو provided that. مرة تانية if ممكن استبدل if ب as long as أو providing that أو provided that. طبعا as long as طالما providing that أو provided that بشرط أن، وطبعا هنا بيجي وراها الجملة وهنا ذات وجملة. If Malak does exercise regularly she will keep fit as long as Malak does exercise regularly she will keep fit. يبقى احنا ممكن نستبدل if بهذه الكلمات بدون اي تغيير في تركيب الجملة. If زائد جملة بتساوي with او by او by او in case of زائد noun او verb plus ing في حالة if المثبتة. يبقى لو عندنا جملة if مثبتة if مثبتة ممكن نستبدلها ب with أو ب by أو in case of، بس دول بيجي معهم ال verb plus ing أو noun. If he works hard he will achieve his goals in life in case of working hard. working hard هنا ال verb plus ing أو noun هنا بيحل محل مين؟ if he will achieve، هنا قلنا working hard. أما عندنا unless طبعا عارفين أو if not، سواء if not أو unless يعني if المنفية أو unless أو except بيجي وراهم بيحل محلهم without أو but for، بس بيجي وراهم الverb plus ing أو noun. unless أو if not بيحل محلهم without، يبقى معنى كده إن without بتساوي if not أو unless أو but for بيجي وراهم الverb plus ing أو noun. unless he earns enough money he will have to sell his car. without earning enough money he will have هنا without earning without جوارها الverb plus ing وبتحل محل if ايه المنفية اللي بتسويها unless. unless جملة ماضي بسيط بيساوي بتحل محلها if it weren't for الverb plus ing ايضا او noun، يعني معنى كده اللي بتحل محل if الحالة الشرطية كام التانية. يبقى if it weren't for if it weren't for بيجي وراها الverb plus ing او noun بتحل محل if الحالة الشرطية التانية. unless he had enough time he wouldn't help me if it weren't for having enough time if it weren't for having هنا الverb plus ing. يبقى if it weren't for بتعادل if المنفية، جملة if المنفية اللي هي الحالة الشرطية التانية بالظبط زيها unless في جملة الماضي التام اللي هي الحالة الشرطية التالتة أو if not الحالة الشرطية التالتة بيحل محلها if it hadn't been for plus verb plus ing أو noun. يبقى if it weren't for if الشرطية التانية، if it hadn't been for if الشرطية التالتة، وأيضا الverb plus ing أو noun. unless he had arrived early at the station he would have missed if it hadn't been for arriving إذا لم يصل في المحطة قبل الموعد كان فاته القطار. if ماضي بسيط أو جملة مضارع سواء الجملة حالة شرطية أولى أو حالة شرطية تانية ممكن تحل محلها should والsubject والinfinitive، معنى كده أن should والsubject والinfinitive بتحل محل if الحالة الشرطية الأولى والتانية. طب أعرفهم إزاي؟ لو كان عندنا will في الطرف التاني يبقى دي الحالة الشرطية الأولى، لو عندنا would في الطرف التاني يبقى هي حالة شرطية تانية. if he has a lot of money he will help poor children should he have should he have حذفنا if واستخدمنا should بس هيجي وراء السبجكت اللي هو he والمصدر have. طب لو هي حالة شرطية تانية if he had a lot of money he would help هتبقى أيضا should he have. ليه؟ لأن هنا سواء حالة شرطية أولى أو تانية should بيجي وراها السبجكت والانفينيتيف المصدر فقط. طب نعرفها أولى وتانية من جواب الشرط، لو عندي ويل يبقى دي حالة شرطية أولى، ولو عندي ود تبقى دي حالة شرطية إيه تانية. طيب عندنا إف والماضي البسيط اللي هي الحالة الشرطية التانية، الحالة الشرطية التانية اللي هي جملة الماضي البسيط بيحل محلها وير والسبجكت وتو والانفينيتيف
أو where was subject فقط. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو where فعل رئيسي للجملة، لو where هي فعل الجملة، فطبعا بتيجي where was subject ونكمل الجملة عادي. أما لو where إذا لم تكن فعل رئيسي للجملة، يعني عند أي فعل مثلا played studied، يبقى هنجيب where was subject وto والمصدر. إزاي يعني؟ if you found me I would come. if لو أنا ربطنا ب where أو where حلت محل if أو بديلة if، يبقى where you to phone. where you to phone ليه؟ لأن أصلا phone ده هنا فعل رئيسي للجملة، يعني ليس where. أما لو where أصلا فعل الجملة، if I were taller I would join a basketball team، هنا where هتحذف if ونربط ب where ونكمل الجملة. where I taller على طول، where I taller. ليه؟ لأن أصلا where هنا مش هيجي معاها طول مصدر. ليه؟ لأن هي أصلا فعل الجملة. يبقى لو عندنا where ممكن تحل محل if في الحالة الشرطية التانية، في حالتين، لو هي فعل الجملة، فعل الرئيس للجملة هتحل محل اف، هتبقى وير والفعل وتكملت الجملة عادي. طب لو هي لم تكن فعل الجملة الرئيسي زي فوند هنا او اي فعل غير وير، يبقى هنجيب وير والفعل وتو والمصدر من الفعل الموجود عندنا في الجملة. عندنا اف سبجكت هاد زائد اسم، ممكن يكون عندنا او اف الحالة الشرطية التالتة، اف الحالة الشرطية التالتة بيحل محلها هاد. طبعا اف وسبجكت. طب هنا حالتين، لو عندي اف وراها سبجكت وهاد فعل رئيس للجملة، ودي حالة شرطية تانية. لو اف وعندنا هاد فعل رئيس للجملة حالة شرطية تانية، يعني ما بيكونش وراها تصريف تالت، هنربط بهاد والسبجكت ونكمل الجملة عادي. يعني يشترط ان هاد تكون فعل الجملة اصلا. يعني if I had a car، لازم هاد هنا في الحالة الشرطية التانية تكون موجودة. I would drive، دي حالة شرطية تانية، فحلت هاد محل if لانها فعل الجملة. طب لو هي ماهيش فعل الجملة، ما ينفعش هاد تحل هنا محل if في الحالة الشرطية التانية. يبقى هاد تحل محل if في الحالة الشرطية التانية بشرط ان يكون فعل الجملة. إذا لم تكن فعل الجملة فما ينفعش إنها تحل محل مين؟ هاد. على العكس من وير بتحل محل ها إف لو كانت فعل الجملة أو إذا لم تكن فعل الجملة. يعني كان في وير، لو وير فعل الجملة بتحل محل إف ونكمل الجملة عادي أهو. طب لو ما هيش موجودة أصلا وما هيش فعل الجملة، برضك ممكن تحل محل إف، بس بشرط إنها يكون معاها إيه؟ تو ومصدر الفعل. لكن هاد عندنا لازم تكون فعل الجملة عشان تحل محل هاد في محل إف في الحالة الشرطية التانية. If I had a car، if I had a car I would drive، لازم تكون هاد موجودة في الشرطية التانية. أما بالنسبة لإف في الحالة الشرطية التالتة، هاد بتحل محل إف في جميع الحالات لأنها أصلا جزء من الماضي التام. if والسبجكت وهاد بلس البي بي، هيكون عندنا هنا هاد والسبجكت والبي بي. ليه؟ لأن عندنا دايما هاد هنا موجودة في الحالة الشرطية التانية التالتة لأنها جزء من الماضي التام. if he had finished the report، had he finished the report. هاد والسبجكت والتصريف التالت. ناخد بالنا من حاجة برضك، إن عندنا هاد في الحالة الشرطية التالتة إذا حلت محل إف بيجي وراها السبجكت والتصريف التالت، شبيه. وهنا في الطرف التاني would have والتصريف التالت، would have والتصريف التالت، شبيهة بقاعدة واخدينها في قاعدة الماضي التام، وهي had وهي having والتصريف التالت مباشرة. دي كانت بتحل محل مين؟ أفطر، يعني بديلة after having والتصريف الثالث، having والتصريف الثالث تعتبر بديلة after بالنسبة للحالة، بالنسبة للماضي التام، وهيقابلها هنا past simple ماضي بسيط، past simple ماضي بسيط فقط، ما نلخبطش الاثنين او الاثنين متقاربين مع بعض. ولكن having والتصريف الثالث بيكون في الطرف الثاني عندنا ماضي بسيط، اما هنا had والسبجكت والتصريف الثالث دي بديلة after في الحالة الشرطية الثالثة، بيقابلها would have والتصريف الثالث. يبقى هنا لما يكون في had والتصريف الثالث، يبقى هنا would have والتصريف الثالث لانها بديلة ايه؟ افضل بديلة اف. اما عندنا having والتصريف الثالث دي بتعادل قاعدة افضل
اللي بيقابلها في الطرف الثاني ماضي بسيط. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, she works hard, she can achieve her goals. إذا لم تعمل بجد, if she works hard, يا ترى, if she works hard, إذا عملت بجد, she can achieve. طب اللي بيعادل if هنا مين؟ As long as, ولكن with ممكن, بس with في حالة إن يكون وراء الverb plus ing أو noun. يبقى أنا أختار مين؟ As long as. A hard work دي noun, يبقى هنا with hard work قلنا اللي بيجي وراها noun مين وبتعادل if المثبتة with, يبقى with hard work. لكن without بتساوي if not, يعني if المنفية. She works hard, she won't achieve. إذا لم تعمل بجد سوف لا تحقق. نبقى هنا unless. ليه؟ لأن unless بتساوي if not. Unless she works hard, unless she works hard. هنا unless, لأن unless بتساوي if not. Working hard, she won't. إذا لم, فمين اللي بيعادل if المنفية؟ Without. Without بتعادل if المنفية أو بتعادل unless. If it was space for his strong character, he wouldn't have been. Would have والتصريف الثالث للحالة الشرطية الثالثة اللي بيساويها if it hadn't been for. If it had, ليه؟ لأنه قلنا if it hadn't been for اللي بيجي وراها الناون بتحل محل if الحالة الشرطية الثالثة. وأنا عندي هنا في الطرف الثاني حالة شرطية ثالثة, يبقى if it hadn't been. If it is based for his strong character, he would be a good. Would والمصدر حالة شرطية ثانية, يبقى if it weren't for. Weren't for اللي هي if it weren't for بتحل محل if المنفية. Is based she go shopping, I will. هنا she go, she والمصدر, يبقى should. ليه؟ لأن should بتحل محل if في الحالة الشرطية الأولى والثانية, ولكن تتبع بالفعل ثم الانفينيتيف فقط. Had she a bike, طبعا إذا معناه دي حالة if الشرطية الثانية, لأن had هنا فعل الجملة. يبقى هنا would go, she would go, حالة شرطية ثانية. ليه اللي عرفنا ان هي ثانية؟ لأن عندنا had وما فيش تصريف ثالث, فهي حالة محل if. Had she had a bike, طبعا دي حالة شرطية ثالثة, يبقى would have والتصريف الثالث. She would have gone for a ride. Space you to do exercise more often, you would get. طبعا هنا would get يبقى حالة شرطية ثانية. طيب المعنى بقى you to, مين اللي بيجي معايا to والمصدر where you to do exercise, معناه if you did exercise. أيضا عندنا to express regret أو expressing regret للتعبير عن الندم. ممكن عندنا نستخدم should have والتصريف الثالث أو shouldn't have والتصريف الثالث. يبقى should have والتصريف الثالث أو shouldn't بيعبر عن الندم. You should have studied hard, كان يجب أن أنت تعمل بجد, معنى أنه أصلا لم يعمل بجد بس كان من المفترض. يبقى كان من المفترض أن يفعل الشيء ولم يفعل. كريم shouldn't have wasted his time, كريم ما كانش مفروض يهدر وقته. يبقى كان من المفترض أن لا يفعل الشيء, ولكنه هنا إيه فعل. يبقى هنا should have أو shouldn't have plus البي بي بتعبر عن الريجريت, الندم. دي أول حاجة بتعبر عن الندم. ممكن نعبر عن الندم باستخدام إيه في الحالة الشرطية الثالثة اللي بتعبر عندنا عن الندم. If he had trained hard, he would have won the match. لو كان اتدرب جيد كان فاز بالمباراة. طبعا هنا had trained, هاد التصريف الثالث ماضي تام, وده هاد التصريف الثالث اللي هي الحالة الشرطية الثالثة. أو ممكن نعبر بالفعل wish, ولكن wish عشان يعبر عن الندم لازم يكون الفعل بتاعه ماضي تام, تعبر عن regret الندم. Wish that وجملة ماضي تام. I wish that he had driven a low speed, كنت أتمنى أنه كان يقود بسرعة منخفضة. أو النيجاتيف النفي. I wish that he hadn't driven at high speed, كنت أتمنى أنه لم يقود بسرعة هائلة. طبعا هنا لكنه فعل الشيء, لكن هنا لكنه لم يفعل لما يكون مثبتة. عند التعبير عن شيء غير متحقق في المضارع نستخدم جملة ماضي بسيط فقط. يعني البريزنت عارفين أنه ويش مضارعها ماضي وماضيها ماضي إيه؟ ماضي تام. أنا بتكلم عن المضارع يبقى أستخدم ماضي بسيط. I wish I lived in Alexandria, it's very hot. It's ليه هنا؟ لأن عندنا بنتكلم عن الوقت الحالي here in أسوان. برضك ممكن نعبر عن الندم بالفعل regret نفسه, يعني كمان هو ما ذكرهاش, ولكن ناخد بالنا إن الفعل regret plus ing بيعبر عن الندم.
regret وال plus verb plus ing بيعبر عندنا عن الندم سواء regret regret الverb plus ing regret الverb plus ing أو regret not والverb plus ing بتعبر عن الندم يعني ممكن أقول I regret not studying for the exam. أنا بندم على إن ما ذاكرتش للامتحان. معناها I didn't study for the exam. أو I regret wasting my time. معناها أنا I regret wasting. أنا بندم على إني أهدرت وقتي. معناها I wasted my time and I have no time usefully. بمعنى كده إن هو أهدر أي وقت. يبقى إحنا عندنا أربع تعبيرات لتعبر عن الندم: should، وعندنا حالة شرطية الإف التالتة، وعندنا wish، وعندنا الفعل regret نفسه بيعبر عن الندم ولكن بشرط بيجي وراه الفيرب بلس ing أو النون. تعالوا مع بعض نتعرف على الجزء الخاص بالإكسرسايز على جزء الريجريت. He is sorry. He hurt your feelings. هو آسف على إنه جرح مشاعرك. He really speaks to you like that. ما كانش مفروض يعمل ذلك. He should have talked ولا shouldn't have. طبعا هنا shouldn't يعني كان مفروض ما يعملش كده. يبقى هنا كان اللي يجب فعل الشيء shouldn't have plus the baby. I work hard. I work as a sales assistant. أنا بعمل كsales assistant. I wish I space the chance to study medicine at university when I was في الماضي. يبقى had. يبقى هنا إيه؟ wish بتعبر عن الماضي وتمني في الماضي. مش تمني، هو ندم على شيء في الماضي. I wasted my time last year. أنا أهدرت وقتي. If I space I would have got. If I hadn't wasted it، لو ما كنتش أهدرته، I would have got the full mark، كنت حصلت. يبقى هنا if I hadn't، طبعا هنا بيعبر عن الريجريت الندم. If I hadn't wasted my time، يبقى هنا هتبقى letter A letter E letter B. I ate too much and now I feel ill. أنا أكلت كتير وشعرت بالمرض الآن. I wish that I hadn't eaten that much. يا ريتني ما كنت أكلت هذا الطعام الكثير. طبعا هنا hadn't برضك والتصريف الثالث. My brother didn't pass his exams. أخويا لم يجتاز امتحاناته. And now my parents are angry. والوالدين غاضبين. His best at school. كان مفروض يبذل أقصى ما في وسعه في المدرسة. He should have done his best. كان من المفترض فعل الشيء ولم يفعل، يبقى should have والتصريف الثالث. My father stopped studying English. والدي توقف عن دراسة الإنجليش. And now he needs it for work. ومحتاجه للعمل. He wishes that he، طبعا هنا stopped ماضي، يبقى he hadn't stopped يعني ريته ما كان توقف. أو he had continued يعني ريته كان استمر. يبقى ممكن تبقى B و C. My friends didn't go on the picnic and they didn't have fun. أصدقائي لم يذهبوا في نزهة ولم يستمتعوا. If my friends had gone they would have fun. If my friends had gone they would have had fun. طبعا هنا didn't ماضي، يبقى هنا حالة شرطية الثالثة. يبقى if my friends had gone they would have had fun. I went out in the rain yesterday and now I have a cold. I space out. طبعا هنا I went out، أنا خرجت في المطر أمس. And now والآن I have a cold، عندي برد. I should go out ولا I shouldn't. I shouldn't have gone. طبعا هنا I shouldn't لأن بتعبر عن الريجريت الندم، يعني ريتني ما كنت خرجت. بالنسبة للإكسرسايز جنرال إكسرسايز على القاعدة بتاعتنا، if her father is alive he would be pleased. طبعا هنا would be يبقى الحالة الشرطية التانية. فالحالة التانية ايه؟ where. if her father were
alive لو كان حي. He won't catch هنا will catch يبقى الحالة الشرطية الأولى. If he طبعا الأولى يبقى مضارع. If he doesn't back soon يبقى هنا letter A وعيننا مغمضة كده ندور على الطرف الثاني. Will مستقبل مضارع مستقبل. If exists be they solidify تتجمد طبعا هنا لو البيت تم تسخينه. If eggs are heated طبعا هو مش هيسخن نفسه حد هيسخنه فالمضارع البسيط أصبح في حالة الباسيف لأن عندنا solidify مضارع مضارع defectus اللي هي الحالة الصفرية. If water freezes لو المية اتجمدت it is based into ice طبعا هنا it changes على طول لأن ايه لأن فاكت حقيقة it changes into ice اللي هي الحالة الصفرية. If it doesn't rain tomorrow لو لم تمطر غدا I will go طبعا هنا بيحدد الوقت يبقى I will go to the library يبقى هنا will والمصدر اللي هي letter P. If I space younger I would work in the new delta project طبعا هنا would والمصدر يبقى الحالة الشرطية التانية if I were younger ماضي اللي هي where. If he shames this with his with us he would have would والمصدر يبقى الحالة الشرطية التانية يبقى عندنا الماضي اللي هو if a if he shame came. Would you have lent him the money if he's based would have والتصريف في تلت حالة شرطية تالتة if he had had none يبقى وعن مغمضة كده if he had none how badly he needed طبعا هنا had والتصريف في التالت لأن حالة شرطية ايه تالتة. If the book were cheap لو الكتاب كان رخيص I would طبعا دي حالة شرطية كام تانية لأن where. If you had gone to the Cairo exhibition had والتصريف التالت حالة شرطية تالتة يبقى would have والتصريف التالت you would have enjoyed it. If I were rich لو أنا كنت غني I space a yacht I would have I would buy طبعا هنا would والمصدر لأنه ماضي بسيط حالة شرطية تانية. If we had started had والتصريف التالت تالتة يبقى would have والتصريف التالت يبقى would have met. If ice is heated لو التلج اتجمد it is based into ice it turns طبعا defects it turns into ice هيتحول إلى طبعا هنا it turns into water تحول إلى مياه. If metals is bad they expand طبعا هنا factors لو معادن تم تسخينها are heated طبعا هنا لو المعادن تم تسخينها يعني حد هيسخنها في الجملة passive. If water boils لو المية اتغلت it evaporates طبعا factors حقيقة لو المية اتغلت هتتبخر فطبعا دي fact يبقى مضارع مضارع. If you don't stop listening to that loud music your headache طبعا that يبقى حالة شرطية أولى your headache will get worse طبعا هنا will get. If the train speeds down I wouldn't have been late would have والتصريف الثالث حالة شرطية تالتة يبقى if the train hadn't broken لو لم يتعطل يبقى had والتصريف الثالث. If I space read the newspaper I wouldn't know I wouldn't know طبعا هنا wouldn't والمصدر يبقى حالة شرطية تانية يبقى هنا عايزين didn't ماضي بسيط بيتنفى ب didn't. If I didn't read the newspaper is bees very happy if you achieved your goals طبعا هنا achieved يبقى حالة شرطية تانية would والمصدر فعايزين السؤال would you be very happy would والمصدر. The sea will be polluted البحر هيتلوث we stop dumping oil and rubbish into if we stop البحر هيتلوث if we stop dumping ولا if not طبعا if not يبقى هنا unless ليه لان عايزين النيجاتيف النفي. What is best if he had left the meeting what عندنا had والتصريف التالت حالة شرطية تالتة يبقى what would happen what would have happened حالة شرطية تالتة يبقى letter D. If he had remembered to set the alarm clock he and his base woken up طبعا هاد والتصريف التالت حالة شرطية تالتة يبقى هاني would have woken up ولا wouldn't have لو ما كانش مضبط المنبه ما كانش استيقظ يبقى هنا ايه wouldn't have woken up ما كانش استيقظ. If he hadn't bought a car إذا لم يشتري السيارة طبعا hadn't bought شرطية تالتة he would have had the accident ولا wouldn't have طبعا هنا wouldn't have had ليه حالة شرطية تالتة would have والتصريف التالت.
is base he understand the story if he read the summary. طبعا if he read حالة شرطية تانية يبقى would he understand. الحالة التالتة والحالة التانية would والمصدر. She couldn't have gone could have والتصريف التالت out during the storm if she's been careful if she had been careful. طبعا التالتة يبقى had والتصريف التالت. If he hadn't driven so fast he's been that accident. If he hadn't driven so fast إذا لم يقض بسرعة he wouldn't have had that accident. طبعا دي حالة شرطية تالتة he wouldn't have had that accident. Would أحمد be angry؟ طبعا would والمصدر يبقى if I took his bicycle if I took دي حالة شرطية تانية يبقى هنا ماضي بسيط لأن would والمصدر. He won't do any work طبعا حالة شرطية أولى يبقى أنا عايزة إيه هنا الفعل مضارع يبقى أنا عايزة المعنى. He won't do any work هو سوف لا يقوم بعمل if you pay him first ولا if you don't pay طبعا if you don't فهنا don't اليمين بقى أو النافي unless. طبعا لازم نعمل ترانزليشن للجملة نترجمها عشان نختار صح. بايلوتس اللي هم الطيارين won't be able to fly سوف لا يستطيعون القيادة قبلين unless they طبعا هنا حالة شرطية أولى ليه لأن عندنا will يبقى if they are trained إذا لم يتم تدريبهم. طبعا هنا passive الجملة passive يبقى trained أو are trained. You won't be able to achieve your goal سوف لا تستطيع تحقيق هدفك. You work hard unless you work hard إذا لم تعمل بجد طبعا هتبقى unless ليه لأن معناه إذا لم. If I space only one job to do I would have enough free time طبعا would والمصدر يبقى حالة شرطية ايه تانية يبقى يقابلها had if I had ولا if I didn't have if I had only one job I would have enough free time ولا if I didn't have one job لو انا عندي وقت لو انا عندي وظيفة واحدة يكون عندي ايه وقت كافي ولا إذا لم يكن لا لو عندي وقت يبقى هنا had وليست didn't ممكن didn't أو had ولكن كمان had. Unless he had followed my advice إذا لم يتبع نصيحتي he would طبعا would have والتصريف التالت he would have lost all his money ولا he wouldn't have lost طبعا هنا if he كمعنى الجملة إذا لم يتبع نصيحتي كان خسر كل فلوسه طبعا هنا would have lost. If he had studied well لو ذاكر بجد he's been the best mark طبعا had والتصريف الثالث يبقى would have والتصريف الثالث he would have got ليه من غير ما نفكر كده في اي اجابات تانية would have لان حلها لأنها شرطية تالتة. If Wael lost his job لو Wael خسر وظيف طبعا lost هنا تصريف تاني يبقى would look for another one would he would look for another one لو فقد وظيفته هيبحث عن عمل جديد ولا wouldn't لا لا would طبعا يعني سوف يبحث عن عمل آخر. Is based today he would get there by Thursday where he لا where he to leave قلنا لو where حلت محل if هيكون معاه الـ subject وto والمصدر معناه if he left today I would have attended the meeting if I had had ليه had يا حلوين عشان would have والتصريف التالت هيقابلها had والتصريف التالت فعندنا had تصريف اللي هو الماضي التام had والتصريف التالت. It's good to visit beautiful places من الأفضل إن أنت أو من حاجة جيدة أنت تشاهد أو تزور أماكن جميلة especially you don't damage them providing that بشرط ان انت ما تدمرهاش طبعا بشرط يعني providing that. Take these tools with you خد هذه الادوات معك if you space if your car breaks down if your car breaks down او في حالة ان السيارة هتاخدهم take these tools with you خد التولز دي معك في حالة ان السيارة تتعطل يبقى هنا in case إيه لأن هنا معناه في حالة إن السيارة تتعطل. Is based doing this job and irritates you. You needn't get angry. ممكن أستخدم in case of أو without. لأن عندنا الverb plus ing. Doing this job irritates you. If doing this job irritates you. ولا unless this job irritates you. إذا كان هذا العمل irritates you يعني بيصيرك. ولا طبعا هنا without أو in case of أنا جاي عندي الverb في ing بس عندي فعل للجملة يبقى ما ينفعش لا without ولا in case of
يبقى عندي if أو unless. طب معنى الجملة if doing it, لو هذا العمل بيثيرك أو بيهيجك you needn't get angry, مش ضروري تغضب, just tell me, فقط اخبرني. طبعا هنا if, لكن إذا لم, لا طبعا لو هذا العمل يثير غضبك. Space my help, he will pay back all his debts. طبعا جاي وراح الناون, يبقى عندنا with, without أو in case of. طب هل if منفية هنا ولا if مثبتة؟ لو مثبتة in case of, لو منفية يبقى without, لأن without بتعادل unless و in case of بتعادل if. Without my help, بدون مساعدتي he will pay back, ولا بدون مساعدتي he will back, كان دفع المال, ولا في لأني ساعدته, لأني ساعدته أو في حالة مساعدتي لي هو دفع أو سد المال. طبعا هنا في حالة مساعدتي لي اللي هي in case of مثبتة. لازم تترجم الجملة. If you space a famous footballer, what would you do? طبعا هنا what would you do حالة شرطية تانية, يبقى if you were a famous footballer اللي هي الماضي البسيط. Space he had enough, هنا had فعل فقط وليس تصريف تالت, يبقى حالة شرطية ايه تانية, يبقى بلا would والمصدر عندنا would have والمصدر. طب طبعا لا, يبقى دي مفروض ان هنا would have والتصريف الثالث, الحالة الشرطية الثالثة. طب الحالة الشرطية الثالثة ما عندوش تصريف ثالث بعد had, يبقى معنى كده ان had نفسها حلت محل had, يبقى had he had enough money he would have, لان عندنا would have والتصريف الثالث هنا, فاصبحت دي ماضي تام. طب انا عندي had فقط, يبقى لابد ان ايه, ان عندي had he had had حلت محل if. Space his bravery, يعني شجاعته, he wouldn't have been, would have والتصريف الثالث, دي الحالة الشرطية الثالثة. طب وعندي هنا نون اسم provided, ما جيش وراء اسم, ده عايزة جملة. On condition that بيجي وراء جملة أيضا, يبقى عندنا but for و in case بيجي وراء جملة, التلاتة دول بيجي معهم جملة, ولكن but for هي اللي بيجي وراء الverb plus ing أو النون, وطبعا معظم but for بتيجي وراها نون فقط. فطبعا هنا but for his bravery. Is this he come, tell him I am out. He come, يبقى أنا عند المصدر مين اللي بيجيب الفعل والسبجكت, السبجكت والإنفينيتيف طبعا should اللي بتحل محل if في الأولى أو الثانية. If we plant trees, لو إحنا زرعنا شجر, then we space cleaner air, then يبقى هنا we will have, لأن then هنا جعلتها إيه, جعلتها حالة أولى وليست حالة صفرية. If you space me, he should look for another job. If you question me, ولا tell me, ولا ask me, طبعا if you ask me, لو أنت سألتني, he should look for another, كان بحث عن عمل آخر. طبعا هنا ask كمعنى للفعل. Is this written work he wouldn't have time, طبعا would والمصدر, يبقى حالة شرطية ايه, حالة شرطية تانية. طيب مين اللي بيحل محل if الحالة الشرطية تانية وجاي وراها, خد بالنا ان written دي حلوين صفة وليس التصريف تالت, يبقى هنا where he, لا had he if he had, مفروض الجملة أصلا if he had written work, يبقى had he written work. ليه بقى؟ لأن عندنا written دي أصلا صفة لwork, يعني عمل كتابي, فطبعا if he had, فحلت had محل if لأنها فعل رئيسي للجملة. Is this him today, she would know what has happened, would والمصدر, يبقى حالة شرطية تانية. If she meets him today, she would know what had happened, طبعا هنا if she met, لو هي كانت قابلته, if she met him today, ولا had she met him, حالة التالتة دي, ولا where she to meet him today, طبعا هنا where she to meet. ليه؟ لأن عندها حالة شرطية تانية حلت وير محل if وجي معاها السبجكت وتو والمصدر. أصل الجملة if she met, لكن if she meets دي حالة شرطية أولى اللي هي letter A ما تنفعش. Plants can grow without soil, they get food from water, طبعا هنا as much as they get, ولا as long as, طبعا هنا as long as معناه طالما اللي بتحل محل if المثبتة, أو بيجي وراها سنتنس جملة. The Red Sea resorts will be popular, شواطئ البحر الأحمر هتكون مشهورة, طبعا حالة شرطية أولى they remain unpolluted, طالما إن هما يظلوا unpolluted أو بشرط إن هي تكون غير ملوثة, طبعا هنا بشرط, يبقى هنا provided
أو provided that. الاثنين عندنا صح. عبد الرحمن can draw achieve great success because he is intelligent لأنه ذكي. طبعا هنا دي حالة شرطية تانية. ليه؟ لأن الفعل بتاعنا مضارع، فعايزين إيه في الشرطية التانية؟ وهنعكس الجمل، المنفي مثبت والمثبت هيبقى إيه؟ هيبقى منفي. يبقى إحنا هنعمل هنا if he is، طبعا لأ ده أنا عايزة الماضي، الماضي where أو where letter B و C، ولكن إحنا عايزين النيجاتيف. يبقى if he weren't intelligent he wouldn't achieve his goal. قلنا بتفترض العكس، فمعنى كده المنفي مثبت والمثبت بيبقى إيه؟ منفي. If he were taller he would play basketball، معناه ان هو اصلا مش طويل. He isn't tall. What does this mean؟ لو هو كان طويل. طب دي حالة شرطية تانية، يبقى الفعل بتاعنا مضارع. If he is tall ولا he is tall؟ طب لا، he is tall he isn't. So he can't play. He can play. He is tall but he can't play. He wouldn't play. He won't play basketball because he isn't tall. طبعا هنا الجملة letter D، لأن قلنا isn't tall، هو isn't tall هو مش طويل. احنا قلنا بنفترض العكس، يبقى هنا letter D he isn't tall. Without your help، بدون مساعدتك I might be in trouble، كنت أصبحت في مأزق. طبعا هنا without your help I might be. If I help him، لو انا كنت ساعدته he will be in trouble، هيكون هو في مأزق. طبعا انا عايزه هنا if I help him، لا if I don't help him، لو انا لم اساعده، فطبعا دي خطأ. unless I help، طبعا هي جملة present ومضارع. يعني مستقبل، بتدل على حاجة شرطية اولى يعني. ليه؟ لان عندنا might، ان ربما الحدث ده يقع، فطبعا هنا unless I help him اولى he will be in trouble، معناه إذا if I don't help، إذا لم أساعده، طبعا هتبقى letter C لأنها الحالة الأولى. أما هنا letter D الحالة التانية، فطبعا خطأ. ليه؟ لأن عندنا might، يعني ربما الحدث يقع probable action، واللي بتعبر عن probable actions الحالة الأولى وليست الحالة التانية. الحالة التانية بتعبر عن unprobable actions. We didn't make a big loss because of your last decision. We didn't make، إحنا ما عملناش خطأ أو خطأ أو خسارة كبيرة because of your، لأ بسبب قرارك النهائي. this means، طبعا هنا حالة شرطية تالتة. if it hadn't been for your last decision، بسبب طبعا هنا last decision قرارك، we would have made، يعني if we hadn't been for، لو ما كانش قرارك النهائي we would have made، كنا ارتكبنا أو تسببنا في خسارة كبيرة. طبعا هنا حالة شرطية تالتة صح. if it were حالة شرطية تانية خطأ. but for last we would haven't we wouldn't، بدون if but for your last decision we wouldn't have made a big loss. we would طبعا هنا would يبقى دي خطأ. but for your last decision we would have we would make خطأ، هي letter A حالة شرطية تالتة. وبتعبر عن طبعا regret أو بيعبر عن شيء تخيلي. if you work hard، لو انت عملت بجد you will be successful، هتكون انسان ناجح. I want to say that، انا عايز اقول you work hard، انت عملت بجد so you will be successful، هتكون ناجح. you want to be successful as you don't work hard. if you work hard، لو انت عملت بجد you will be successful، ده حالة شرطية اولى، معناها ان احنا حاجة فيها probable احتمال وفي المستقبل، لان probable action. يبقى you work hard، انت خلاص عملت بجد، طبعا خطأ. you want to be successful as you don't work، لانك لم تعمل، خطأ برضو. should you work hard، بتسويها you will be successful، احنا قلنا should بتحل محل هنا if وبيجي وراها subject والinfinitive، فطبعا هنا اصبحت should بتحل محل مين if. If I feel sick، لو أنا شعرت بالمرض I will take some medicine، هاخد دواء أو هاخد بعض الدواء. هنا طبعا هنا حالة شرطية أولى I will take some medicine. I will take، أنا هاخد الدواء. If only I feel sick، طبعا صح. I will only، if only بتحل محل if وبدون تغيير في المعنى if أو if only، وطبعا هنا نفس الجملة. In case I feel sick، في حالة إن أنا أشعر بالمرض I will take some medicine، طبعا هنا بتعادل أيضا بتعادل جملتها if. I will take some medicine only if I feel sick.
ولا I will take some medicine when I feel sick لما أكون مريض، ولا I will take some medicine because I might في ربما إن أشعر بالمرض. طبعا هنا صح، ليه؟ لأن هنا بتديك احتمالية إن الفعل يحدث، يبقى I might ربما إن أنا ناخد الدواء، ربما إن أنا أشعر، فهنا يعني إيه توقع شيء يقع. Had I enough money I would help you. This means I had enough money so I helped you. لا طبعا، لو انا كان معايا I don't have enough money so I can't help you، انا ما اقدرش اساعدك. طبعا احنا قلنا بنفترض العكس، يبقى هنا I don't have، انا مش معايا، وطبعا قلنا زمن الحالة التانية من اف مضارع، يبقى I don't have enough money so I can't، لكن I didn't have دي حالة شرطية بتدل على الحالة الشرطية التالتة اللي هي letter C. و I won't help you ده also طبعا خطأ، هي letter B. I don't have enough money so I can't help you، طبعا اللي هي number 50. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وانتظرنا مع حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.